طبعا استاذ ماهر لم ابدا، ولكن انا بتشاور مع الرواد مع حضراتكم، يعني هل ابدا الان ام ننتظر؟ مساء الخير استاذ غفران، استاذ ماهر بيقول نبدا. بحب اليوم بننتهي بسرعه يعني. تمام ان شاء الله، يعني هجهز حضراتكم البث المباشر. طيب لحظات أحبتي، إذا طيب نبدأ الآن بالبث المباشر. هزودكم بالرابط. هذا هو الرابط، إذا رابط البث المباشر على اليوتيوب. لما أبدأ الآن الرابط البث المباشر. لحظات، إذا أعد استمارة الحضور. تمام، هذا هو استمارة الحضور. جاهزة جاهزة، إذا نبدأ على بركة الله أحبتي. لحظات أبدأ معاكم. إذا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا، روادنا ومستشارينا ومدربينا في مركز مسجد الشام. طبعا ونرحب بجميع الحضور. نشكر الأستاذ ماهر معنا مشرف القاعة، حضور لمتابعينا في الدولية لقيادة الحاسب الآلي. والآن هنبدأ إن شاء الله في هذا اليوم عن كيفية إعداد محتوى الكتاب. هل الصوت واضح؟ يعطوني رقم واحد. وكذلك إذا البث المباشر تشاهدوه تعطوني كذلك إنه تخبروني إنه شغال. تمام، هل الصوت واضح؟ ألو، نعم الصوت واضح والبث المباشر تمام، البث مباشر شغال إن شاء الله، الحمد لله. إذن شكرا لكم أحبتي. إذن بنبدأ عن على بركة الله في المحتوى ونشوف ما هي المحاور اليوم. طبعا في هذه المحاور هي غنيه، طبعا الكل معرفه اكثر عن مزايا المايكروسوفت وورد، عن كيفيه عمل جدول محتويات تلقائي في المحتوى الكتاب، كذلك بجعل عن كيفيه جعل بعض الصفحات بالطول وبعضها بالعرض، مهمه جدا في خاصه في عمل الكتب، وكيفية إضافة الإطارات، صفحات بالإطارات وصفحات بدون إطار، وبعدها عن كيفية تقسيم الوورد عدة أعمدة. وبعدها إن شاء الله اليوم هنأخذ إبداع رقمي آخر عن كيفية تصميم السيرة الذاتية. إذا نبدأ على بركة الله أحبتنا
لهذا لقائنا اليوم، وبنعمل بث ذلك، هنعمل مشاركة الشاشة. تمام؟ طيب الآن هفعل مشاركة الشاشة. البث في حالة عدم الاتصال، البث المباشر على اليوتيوب، هل هو في عدم الاتصال؟ طيب إذا تابعوني على مشاركة الشاشة، المشاركة الآن واضحة؟ مشاركة الشاشة واضحة؟ طيب هنبدأ الآن في كيفية طبعا ضبط المحتوى وعمل جدول المحتويات، وهي الفهرسة الأوتوماتيكية في الوورد. طبعا في نهاية هذا طبعا في بعد لقائنا اليوم عن كيفية طبعا تصميم السيرة الذاتية، سواء كان اللغة الإنجليزية هنا أو حتى بدأتها أنا بعمل سيرة ذاتية باللغة العربية. إن شاء الله هنشوفهم مع بعض على كيفية تصميم هذا المحتوى. طب اللي هو القصد هنا أخذ الفكرة بكيفية تصميم السيرة الذاتية، وكذلك حضرتكم بتتابعوا وحضرتكم طبعا بتتابعوا الفكرة وتبدعوا فيها إن شاء الله. تمام؟ يلا بنبدأ الآن، بنفتح الملف. طبعا هنبدأ الآن بفتح الملف. هنبدأ الآن بفتح الملف وكيفية عمل جدول المحتويات. طيب الآن بنشاهد أحبتي هذا الصفحات. طبعا في هذه الصفحات نبدأ في العناوين، وهذه طبعا العناوين اللي حيزيد فيها في هذا يعني المحتوى، جدول المحتوى اللي حيضيف فيها العناوين اوتوماتيكيا. تمام؟ اذا طبعا كل شيء اللي تطبيق الكتاب هو بنعمل ادراج، وهو ادراج الصفحه بندرج طبعا هنا يعني الادراجات هنا الراس والتدليل. هنشوفه كذلك على كيفية تهيئة الهيدر والفوتر، الرأس والتدليل تبع المستند، وإن شاء الله هنتعرف على كثير من المزايا في الوورد، إضافة التعليقات، الارتباط والفيديو على الإنترنت، عدة وظائف جيدة في استخدامات في هذا الموضوع. طبعا هنا لما نريد هنا في الشريط الرئيسي نجد الألماس. طبعا في هذه الألماس هنجد العديد من هناك يعني العنوان الأول، هناك العنوان الثاني، طبعا العنوان الأول على حسب طبعا جدورة الجدول. طبعا هناك لما بنعمل طبعا هنا المراجعة هنجد جدول المحتويات اللي فيها العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية. يعني بمجرد ما نضغط على هذا اوتوماتيك يعني جدول المحتويات اوتوماتيكيا، يعني لما اي عنوان هيدرج وبيجي كذلك الصفحة. طيب هنا طبعا لما هنا في الشريط الرئيسي هنجد هنا إضافة العنوان الأول. طبعا العنوان الأول هو تنسيق للعنوان الأول، لما بنضغط عليه
هيعطيك في هذا التنصيب. نقدر احنا كذلك نضع يمين الفقره وضمن التعديل. هنا في التعديل نقدر نضيف اللون الخط كيف بيكون، مثلا اللون الازرق او اللون على حسب حضرتكم. يعني هنا بيكبر الخط تعمل له يعني تعمل له يعني خط غامق هنا، ومن ثم تضغط على موافق، تضغط على هنا الموافق، هيصبح هذا العنوان اللي لما بنضيفه لجميع هنا في هذه الصفحات للعناوين، بنضيف لجميع الصفحات هذا العنوان. بنروح إلى المراجعة وبنضع جدول المحتويات ونختار هذا الأول. طبعا هناك الماني تيبل، ولكن هناك نعمل احنا اوتوماتيك، تمام. نضغط عليها هيعطيني، شفتم هيعطيني رقم الصفحة. في الصفحة الثانية هي الموجودة هذا العنوان، تمام. لما انا على كنترول ومن ثم بنضغط على النقل والارتباط، بننقر عليه على الزر اليسار الفأرة، بيعطيني على طول هذا. طبعا في الإدراج صفحة، تمام، بنضغط عليه بيعطيني رقم صفحة هنا. وهذا طبعا الكل بيحب يعمل تحديث، كذلك لما بنعمل أي تحديثات بنضغط على التحديث وهو بيزيد أوتوماتيكيا جميع العناوين لما احنا نختارها وبنضيفها. يعني لما هنا بنضيف الرئيس هنا ثم بنضغط على العنوان الاول هيعطيني اوتوماتيكيا، طبعا هيدرجها هنا. لما بنعمل نضغط على جدول المحتويات نعمل تحت نضغط على موافق هيضيف لي العنوان، تمام، هيضيف لي العنوان اللي انا تحديث الجدول بأكمله، موافق هيعطيني هذا ويعطيني رقم الصفحه هو 6. لما نضغط على زر الفاره على طول هيضبط لي هنا الصفحه. طيب تمام، الخطوة ما بتحبوا نعيدوها، واضحة؟ هل واضحة هذه الخطوة؟ رقم واحد، تمام، هل الصوت واضح؟ ألو، واضح، جميل جدا، شكرا أستاذة أرنا. نعم، طيب، هناك كذلك خاصية أخرى وهو خاصية، طبعا احنا هنرجع إلى المستند، وهو خاصية إضافة جعل بعض الصفحات وبعضها بالعرض. شفنا إذن الجدول المحتويات اللي هي موجودة في المراجعة ريفيو، أما جعل صفحات بالطول وبالعرض هنجد ان هي موجوده في اللايوت. طيب بنروح الى المستند بنفتحه. مثلا انا عندي هذه الصفحات، وبنروح في نجد ان تخطيط هذه الصفحه هي جدا مهمه في التنسيق هذه الصفحه، تمام. هذا موجود في يعني هناك يعني اضافه الهوامش، هذه الهوامش جدا مفيدة خاصة في طباعة الصفحات. هيعطيك الهوامش كيف بتحبها تكون، بتحبها تكون عادية ضيقة، وفي الأعلى واليسار والأسفل واليمين في طبعا هناك المسافات اللي ما بين الهوامش، تمام. طيب هناك قلنا هي الاتجاه الصفحة، مثلا عندك حضرتكم الصفحة بتحبوا تدرجوها إلى الأفق،
يكون على هذا. شفتم؟ حتى الآن الصفحة هنا مثلا لما بنعمل كليك على هذه الصفحة ونريد أن نعمل اتجاهها أفقي، يعني بيكون على هذا كيفية عرض الصفحات سواء بالعرض أو بالطول. تمام؟ طيب ثانيا هو هنعمل عن كيفية إدراج الصفحات بالإطار. هناك خاصية كذلك أخرى جدا رائعة وعلى كيفية إضافة الإطار. هذا الإطار في هذه الصفحات. لو نضغط هنا على التكبير والتصغير هنا الموجود على أقصى اليسار حنقدر نقدر أن نقسم الصفحات في الشاشة واحدة. يعني بتعمل تصغير فإن الصفحات حتىها مدهشة. عمل تكبير أقدر أن يكون في أو عدة طبعا صفحات. هي جدا مهمة خاصة في رجعة المستند. نشوف كيف إنه هيكون تقدر تضبطها بنفس الطول والعرض ونفس الاتجاه متناسقة. شفتوا؟ تقدر هنا هذا كيفية العرض وتقسيمها إلى صفحة. طيب هنا لعمل طبعا إدراج هناك في قسم وهو تثبيت وهو خاص هنا طبعا الذي تجده هنا في التصميم واللي هي طبعا موجودة في تثبيت هنا التصميم ويتعود اسمها حدود الصفحة حدود الصفحة. لما نضغط عليها حتجد هنا عدة أدوات. تمام أحبتي. إذا هذه الأدوات الخاصة إنه مثلا بنعمل إضافة إحاطة. إضافة إذا هذه الإحاطة، وهل تريد أن تكون الإحاطة في كامل المستند يعني في كامل الصفحات أو في المقطع الحالي أو في المقطع الحالي في الصفحة الأولى فقط أو المقطع الحالي الكل على الصفحة الأولى. تمام. الصفحة الأولى فيها جدول المحتويات نحب ما تكون فيها مثلا إطار ونعمل موافق للجميع. شفتم؟ إذا هنا قد أضيف الآن الأطر هذا الإطار وهي الإحاطة في أستاذ غفر كل أحيانا هذا الصوت واضح؟ ألو الصوت؟ هل قطع الصوت؟ كل أستاذ عاد الشاشة غير واضحة. لحظة، هل المشترك في الشاشة شغالة؟ شغالة الآن؟ نعم. طيب نعيد كيفية إضافة الإطار. بنعيدها. إذا الآن شغالة، يعني هل أعيد على كيفية الضغط؟ وكذلك فيها نماذج جدا رائعة إن شاء الله نعطيكم كيف تضبطوها. كل شغالة ولكن غير واضحة أستاذ غفرة. هل الرابط اليوتيوب شغال؟ إذا هو شغال يعني تقدر حضرتكم بتاخذوا وتتابعوني على الرابط اليوتيوب. هذا هو رابط اليوتيوب. وأبقوا طبعا في هذا القاعة لأني حنعطيكم استمارة التسجيل الحضور اليوم. تمام. طيب الآن حنعيد على كيفية إضافة البطر في هذه الصفحات ونبدأ مثلا بهذه التوضيح في
هي اطار وصفحه اخرى ارجع عن صفحه اللي عملته انا اخر حاجه يعني اضفتها في المستند هيرجع لي. اما بنعمل رجوع عن ومسح او بنعمل اعاده حدوث الصفحه يعني اضفت فيها انا الاطار. شفتم هذه جدا بيعرف الميزات الموجودة الأول. طيب في التصميم قلنا أن نضيف إطار هنا بتسمى بحدود الصفحة. لما هنا موجودة في التصميم في أقصى هناك حدود الصفحة هنجد أننا هنا نقدر أن نضيف عديد من الحد الصفحة. هناك بلا حد صفحة، هناك إحاطة الصفحة. هل تريد أن تكون إحاطة الصفحة إضافة الإطار في جميع المستندات أو موجودة في المقطع الحالي يعني في مستند الصفحة الأولى أو الكل مع الصفحة الأولى اللي أضفنا في جدول محيط. وطبعا هنا في الإحاطة بتقدر بتحدد كم نقطة بتحب يكون عرضها. مثلا أنا حددت يعني 2 من 25 3 حسب حضرتكم هنا بتريد يكون الإطار. شفتم الآن الإطار لما نعمل بلاس بحجم هذا هتجد أن الإطارات موجودة هنا والسماكة يعني حسب. طبعا لو نضغط على الحدود تقدر هنا بتغمق أو بتحدد كم بتحب يكون الإطار يعني كم سمكو من إطار هذه الصفحة. شفنا احنا في الحق الجلسة يعني التي فاتت على كيفية إضافة الأطر في النصوص والفقرات نفسها في كذلك موجودة في الصفحة. تمام. إذن هناك الرسوم تقدر بتضيف عديد من الرسومات. هناك عديد من الرسم تقدر إضافتها مثلا هنا الأزهار الورود هنا بتضيفها عديد أشكال جدا رائعة خاصة اللي يعمل الصفحات اللي خاصة للأطفال أو لواحد يعني يريد عمل كتاب. هناك الفراشات تم إضافتها بتعمل موافق. شفتم الآن إضافة هذا الإطار الصفحات مثلا هذا عنا احنا الكوفر هنا لما بنعمل بوك كوفر وتعلم اللغة الإنجليزية خاصة بالأطفال. تمام. إضافة رائعة هذيك فكرة. تمام. طيب كيفية إضافة الصفحة كذلك للون الصفحة تقدر إضافة الصفحة. شفنا هذا في التصميم هذا النموذج من الحلقة التي فاتت عن كيفية تصميم المحتوى كيفية إضافة جدول المحتوى أضفناه وبعدها بدأنا بإضافة هذه الأطر في داخل الصفحة هو جدا مهم. تمام. هل النقطة واضحة في هذه أم نعيد؟ ما رأيكم؟ هل واضح؟ ننتقل إلى بعدها. طبعا البعد هي الأسئلة التفاعلية قبل أن نتم بإتمام بالتصميم آخر للسيرة الذاتية. أرجو من الأستاذة كذلك الآنسة أخرى أن الرؤية واضحة خاصة بعمل مشاركة الشاشة بداخل القاعة وعدو. نعم. شكرا أستاذ الصفاء. طيب الآن بنبدأ
بالأسئلة التفاعلية كل شاهد. إذن هل الشاشة شغالة أو نرجع؟ يلا نرجع إلى إذن القاعة. إذن أوقفت مشاركة الشاشة. لإضافة جدول المحتويات الموجودة في المراجعة الريفيو، لجعل بعض الصفحات بطول وبعض بالعرض موجودة في التخطيط والاتجاه، صفحات بإطار وصفحات بدون إطار تقدر تضيفوها هنا. إذا بنبدأ الأسئلة. يلا السؤال الأول، ما هي الأداة التي تغير حجم الحرف وتسمى حجم النص، حجم الرسالة أم حجم الخط؟ نعم، اللي تغير حجم الحرف لأنه تكبر الكلمة أستاذ غفران، تقول حجم الخط أستاذ صفاء، حجم الخط أستاذ صفية، حجم الخط انتشارنا، حجم الخط تدريم، حجم الخط هذا مفرد تدريب يكون حجم الخط. أحسنتم جميعا أستاذ رنا، كذلك أحسنتي، هو حجم الخط. السؤال الثاني، ما العلامة التبويب القائمة التي تستخدم لتغيير هوامش السطح واتجاه وحجم السطح؟ هل هي موجودة في الصفحة، إعداد الصفحة أم تخطيط الصفحة؟ نعم، أنت أستاذ عداد والثالث. في السؤال الأول، إذا ما السؤال الثاني؟ ما هو؟ أين موجود هذا التبويب اللي فيه اتجاه وحجم الصفحة؟ شفنا الاتجاه الأفقي. أستاذ غفران يقول الثالث تخطيط الصفحة. تدريب بتقول تخطيط الصفحة، تدريبية بتقول الثاني إعداد الصفحة، تدريب تخطيط الصفحة، تدريب تخطيط الصفحة. نعم، تدريب أخرى بتقول الثالث، عشان بتقول الثالث. نعم، دن أحسنتم جميعا، هي موجودة في تخطيط الصفحة. ننتقل إذن إلى السؤال الثالث، لنقل فقرة من نص من مستند، يعني ننقل فقرة أو نص من مستند إلى آخر، فما هي الطريقة اللي يمكن استخدامها؟ هل يتم نسخ ولصق أم سحب وإفلات؟ أم أن نقوم بإعادة الكتابة؟ نعم، أستاذة صفية بتقول نسخ ولصق الأول، أستاذة رنا بتقول نسخ ولصق، أستاذة غفراء بتقول نسخ ولصق، أستاذة رنا تبنى كل واحد فيهم نسخ ولصق وسحب وإفلات، زي محفوظ بيقول الأول، أستاذة عتاب الأول، أستاذة غفراء، أستاذة رنا نسخ ولصق، نعم، طبعا. عن طريق النسخ ولصق هي الطريقة الأحسن في نقل من نص آخر إلى مستند آخر. أحسنتم جميعا، إن شاء الله في لقائنا الآخر حنتعرف كذلك على طرق أخرى في ضبط المستند وتنظيم هذه المستندات في الوورد، وإن شاء الله على كيفية تجميعها كلها في مستند واحد، وحنشوف الطريقة المثلى كذلك، المثلى يعني تكون طريقة جدا رائعة، يعني أنت حضرتكم بتعملوا أكثر من مستند، نعم يكون مثلا في كل دواء في هذا نقدر معهم في مستند واحد أوتوماتيكيا ويضاف. إن شاء الله حنعطيكم هذه الطريقة في جلسة أخرى بإذن الله تعالى.
إذن يوم السنة الرابعة يمكن إضافة خصوصات فنية وصور وأشكال في أي علامة تبويب قائمة، هل هي في الإدراج أم صورة أم الشكل؟ نعم أستاذ غفران، أستاذ صقيب الدور الثالث، أستاذ ناجي الثالث، أستاذ غفران، أستاذ عتاب، أستاذ صفاء، تقول في تبويب الخاص بالإدراج، أستاذ غفران يقول إدراج، تصمم يقول إدراج. أستاذة آلاء، أحسنتم أحسنتم، إذا هي موجودة في تأليف إدراج. طيب سؤال إذا الخامس والأخير، بشكل افتراضي يظهر الرأس والتدير على أي سقف؟ الرأس والتدير اللي شفناه، هل في كل الصفحات، هل في الصفحة الأولى أم كل الصفحات الأخرى؟ يعني مثلا الصفحة الأولى مش موجودة ولكن الصفحات الأخرى موجودة، ما هو الخيار الذي تجده مثلا؟ هذا صفحة بتكون الأول كل الصفحات، وهذا صفحة بتكون يعني كل الصفحات، سلامين أستاذ ماهر ومستشارنا كل الصفحات الأخرى، الثالث يعني حضرتك أستاذ رنا بتقول كل الصفحات، وأستاذ عتاب بتقول كل الصفحات، نعم. أستاذ غفران بكل الصفحات، نعم. الرأس والتدين موجودة على جميع الصفحات، تمام. طيب أحسنتم، إذا جميعا الآن ننتقل إلى تصميم السيرة الذاتية. بتحبوا تكون اتجاه إنجليزي أم السيرة الذاتية بتكون بالعربي؟ وصار تفكر بالعربي، حاضر تمام، الاتجاه يعني من اليمين هو نفس الطريقة. السؤال الثالث، خير حبيبي تحب السؤال الثالث، حاضر يلا بنرجع للسؤال الثالث قبل أن نبدأ بتصميم السيرة الذاتية، هذا هو السؤال الثالث وهو لنقل فقرة النص من مستند آخر، نستخدم الطريقة يعني المعروفة عن طريق النسخ واللصق، تمام تمام أستاذ صفير، إذا يلا بنبدأ عن كيفية عمل السيرة الذاتية. شفنا اللي متابعني في كيفية تصميم الغلاف، هنا في السيرة الذاتية حتجد أنها أسهل ولكن نفس الطريقة على كيفية التلاعب بالألوان وإدراجها. الآن هنعمل مشاركة الشاشة وحنشوف مع بعضنا البعض على كيفية عمل هذه السيرة الذاتية أو خلاصة للزوم للعمل فيها، تمام. الآن هنبدأ، طبعا عملت باللغة الإنجليزية، الآن بإضافة الصورة هنا وإضافة الدائرة في داخل الصورة، هنشوفوا مع بعضنا البعض. يلا هنأخذ الآن مستند جديد، هنعمل على حرف وعلى كيفية إضافة هذا الشكل، هنبدأ مع بعضنا البعض الآن. هنغلق النوافذ اللي ما نشتغل عليها، نغلق هذا النافذة، نغلق هذا النافذة جميعا، طبعا هنا الايقونات اللي نحطها هنجمعها لكم ان شاء الله ونعطيكم رابط تحميلها في الجوجل، تمام، حتى بتشتغلوا عليها هذه الايقونات تساعدكم في ادراجها في السير الذاتي. هنعمل الان اذا مستند جديد، نعمل ملف نضاف جديد. اذا هنا نريد مثلا اخذ نماذج، نجد ان في وورد بتعطينا السير الذاتيه الخلفيه موجوده مصر، ولكن احنا نريد على كيفيه تصميمها اكثر. انا
هناك يعني هتجدها، هتجد هناك عدة طرق في السيارة الذاتية، تقدروا حضرتكم تعملوها وتضيفوها. لكن احنا اللي احنا تكون إيجابية، ونعلمكم على كيفية كذلك يعني الألوان مع بعضها جدا مهم. أنتم إذا تحبوا تقدر تتحملها وتستخدموها، لكن هنا نتعرف على كيفية تصميم هذا السير الذاتية حتى تأخذوا فكرة أكثر. طيب هنبدأ الآن على بركة الله. هذا هو إذا المستند. كذلك هذا المستند، يعني هل باين الآن، هل باين الآن المشاركة؟ مساء الخير وفاء. نعم مساء الخير. إذا هل مشاركة الشاشة باينة؟ باينة؟ ألو أين أنتم؟ هل الصوت واضح؟ ألو نعم تمام يلا. إذا طبعا لأن الوورد فيه كثير يعني كثير من الأدوات وكثير الطرق، يعني حتى ولو نجمع هذه الطرق لعملها بيكون في التصميمات هذه الأشياء بيكون أحسن، لأنه حتتعدي كثير الأدوات وحنستفيد بها. طيب هناك في تصميم التصميمات وفي التخطيط كذلك تخطيط للمستند حنجد هنا خاصية في التخطيط وهي تسمى بالحجم. هذه جدا يعني مهمة خاصة طبعا البرينتر. جميع ان احنا لما بنعمل برينتر نريد ان يكون الطول والعرض تبع الطابعة لدينا هي ا هنا لما بنضغط على الحجم، اذا الحجم نضغط على A4 حتى تكون طباعتها يعني بالكامل. اذا طبعا اذا بعد ما عمل وتصميم هذه السيره الذاتيه بتحب تطلع على حسب حجم الورقه اللي هي موجوده على الطباعه. تمام اذا عملنا هذا اللي طبعا حتى بيكون جاهزة. كذلك لما بتعمل الكتب، الكتب خاصة بتعمل طباعتها بتعمل حجمها على A4 على حسب اللي بتحب بيكون حجم أصغر. حنبدأ الآن بإدراج الأشكال. قلنا إن الأشكال طبعا حنبدأ بإضافة الإطار اللي موجود مثل هنا وهو الإطار مع اللون البنفسجي. شوفوا على كيفية إدراجه. هنبدأ الآن هنضيف هذا الإدراج اللي موجود شكل وهو بإضافة المستطيل على جميع حواف هذا الصفحة. تمام أوكي. طيب هنبدا الان في هذه طبعا الصفحه نضغط عليها مرتين وفي التنسيق هنبدا باضافه الوجه. يجب ان يكون طبعا بدون ضغط وهنبدا باضافه الالوان لهذا. هناك يسمى التدرج، نريد مثلا ان يكون التدرج مثلا خطي لليسار او خطي لليمين. نعم تمام. طيب كذلك نقدر
أنهم في التدرج وهو هناك تدرج إضافية هذه إعدادات كما فعلنا يعني إحنا في الفصل الأول وتنسيق الشكل وبإضافة الألوان تكون يعني تمادج ما بين هذه الألوان تمام؟ هنجد هو لدينا ثلاثة تدرجات ألوان نحن نكون فيها اثنين بس نضغط على هذا الوقت هذا ونضغط هنا على نقطة التدرج نقطة احنا نضيف فيها نقطة شفتم نقطة التدرج ماذا فعليتها بإضافة الألوان نضغط على الوسط ونضغط على إذا هنبدأ الآن بإضافة إذا مثلا هنا نضيف اللون هنا اللون الأزرق هنا مثلا نضيف اللون ونضغط على هذا التدرج هذه النقطة هنجد اللون ما هو مثلا نريد إضافة اللون البنفسجي إذا وكذلك تقدر إضافة ألوان أخرى تقدر إضافة النقطة نغمقها بتعملها تضغط ومن ثم تضغط على موافق شوفتم كيف أنه بيتدرج هذه الأمر كذلك الاتجاه بتحب كيف بيكون الاتجاه هل تكون بتحب يكون الاتجاه الأزرق من فوق والبنفسجي مثلا حضراتكم كذلك بتتلاعبوا بالألوان على حسب طبعا الدرج تمام تقدر حضراتكم أنتم تختاروا الألوان والألوان مع بعض تمام عملنا هذا إذا هذا الشكل خلاص طيب هنبدأ الآن إضافة إطار آخر هنقضي إذا هذه النافذة خلاص اخترنا هذا النمح الآن التدرج في هذه الألوان مع بعض البعض هنبدأ الآن بإضافة الإطار الآخر هو الخاص بإضافة الصورة وهو إدراج شكل ما يسمى المستطيل زوايا المستدير هنبدأ الآن بإضافتها بجهة اليمين أعطني اللون الأزرق العادي نريد أن يكون الإطار شكل بدون إطار تمام نقدر هنا أن نتحكم في الطول والعرض اللي هي موجودة في الحجم شفتم في الحجم هنا الحجم بنعمل أنا 11.44 ويكون العرض 3.4 طيب كذلك نريد إضافة الشفافية هنا مثلا نقدر بنعملها نضغط على مين الفأرة ومن ثم تنسيق الشكل نعمل لونه أبيض اللون الأبيض وبنعمل الشفافية مثلا 80% تمام هنا بيكون شفاف هكذا لما تقدير نضغط هنا هتجد لما نضغط هنا هتجد هذه النقطة الصفراء تمام بتسحب هنا على اليسار وبتعمل على هذا الشكل على هذا الشكل شوف كيف الآن يكون التصميم جدا رائع تمام تمام الآن هذا موجود معروف الآن نكمل
نكمل؟ يلا شكرا. طيب الآن إذا أضفنا، هنبدأ إضافة. لك هنا الاسم، إضافة كذلك التخصص الأخرى. هنبدأ الآن نضغط هنا وتوجد الاسم، نضغط على إدراج طبعا وأشكال وأشكال. في هذه الحالة الأشكال اللي فيها مربع النص، فتقدر هنا تضغط الاسم. نضيف اسمي عقربي طبعا، حيكون بنضغط على التخفيف، حيكون بلا تعبئة، حيكون شفاف طبعا غير إطار بدون إطار. نذهب إلى الشريط الرئيسي ثم نبدأ بتكبير الحجم الخط. نعمله مثلا في جهة الوقت النار هنا، اللون الأبيض تمام. نقطة مثلا محاذاة هذه الجلسات بعد مثلا. إذا نريد هنا تحديد نقدر نكبر حجم النص مثلا هكذا، نعمل ترميم. بعدها بنضيف إدراج نص آخر موجود في الشكل، هنحدد مثلا تخصص ومدرب. مثلا محادثات إلى اليسار بدون إطار طبعا، التنسيق حيكون بدون تعبئة، بلا تعبئة وبلا إطار. حذر إلى اليسار مثلا، نكبر حجم الخط باللون الأبيض، تكبير حجم الخط هنا تمام. هنا أنا صفة التخصص. بعدها حنبدأ بإضافة إدراج نص آخر شكل آخر، وهو المستدين وبنعمل هنا هذا الإفكار هنا. نضغط عليه في التنسيق، بيكون طبعا التعبئة باللون الأبيض وبدون تمام. بيكون كذا. بعدها حنشوف بيعمل انه بيكون شفاف التنسيق. تضغط تقدر تنسيق، تضغط على جميع الفرق وتنسيق الكل، فتعمل على الشفافية هنا، تعمل ترانسبرنسي مثلا 800 هذا الشكل. كذلك اللي موجود في النقطة هنا تقدر سحبها هكذا، وبتشوف إذا يعني هذا التنسيق. تمام. طيب نسحبوها اذا، حنضيف بعدها نقدر نضيف الدائره اللي نضيف فيها الصوره طبعا، هي نبذه تعريفيه يعني. حندرج الآن بعدها الشكل
الخاص بعمل الدائرة، هنعمل هنا دائرة هنبدأ بعمل هذه الدائرة ونكون إطارها باللون الأبيض. بعدها حيكون الإطار نزيد من حجم السماكة مثلا 3 هكذا. في التابعة نريد هنا أن ندرج الصورة. طيب هنا نقدر هنا في التعبئة بإضافة الصورة ملف، طبعا نحدد الصورة صورة طبعا هذه الصورة الشخصية، هنا إضافة هذه الصورة. تقدر كذلك إنه ريد تضغط عليها مرتين التنسيق هتعمل، ولكن بسبب بنسبة العرض ارتفاع مثل العادي هنا بنسبة العرض والارتفاع هناك بالملك هناك بالاحتواء. عملنا الاحتواء مثلا تمام، طبعا تكون الصورة خلفيتها باللون الأبيض يكون أحسن. طيب بعدها حنبدأ بإضافة النص الآخر، نبذة تعريفية عني مثلا، نبذة تعريفية بإدراج نص نبذة تعريفية بعدها طبعا بدون بلا تعبئة وبلا إطار وبدون إطار. هنا حنضيف اللون كده بالكامل، نضيف اللون ثم النص ومحاذاتها إلى اليسار. تقدر تعمل تغيير وبعد تعمل إضافة الفقرة، الفقرة الأخرى تقدر تضيف مثلا حدد أن هذا النص محاذاة إلى اليسار، وبعدها بتعطي تعريف فقرة تعريفية عن مثلا هكذا يعني تكمل عن النبذة التعريفية مختصرة. طبعا تكون عادية من غير غامق، هنا تكون أصغر هكذا. هذا بالنسبة هنا مثلا بالضبط القناة اللي خاصة بالإيميل هذا الشكل، بالإيميل التليفون عندك موقع فيسبوك مثلا هنا تقدر بها إضافة شكل الأخر نفس الشكل هو إدراج يعني الكل واضح واضح الآن يعني نكمل. طيب إذا نضيف مثلا هنا إدراج الشكل كبيرة مثلا نضيف هكذا
بستخدمها بنعمل تنسيق، تنسيق بيكون باللون الأبيض، لون الأبيض طبعا التنسيق شكل شفاف يكون شفاف 80%. طبعا هنا نحط فيه الجميلات هكذا، تستخدم مثلا إذا تسحب هذا اللون الأصفر بتخليه نفس الشكل، لما بتسحبه بجهة اليمين شوية تمام، يعني مثلا لما بنسحبها لجهة اليسار بتكون هكذا، لو اليمين بيكون تمام. تقدر بتعمل كوبي نسخ كنترول سي كنترول او بهذا الطريق تعمل ثلاثة تمام هكذا. يكون محاذاة نفس الطول والعرض، وهي موجودة في التنسيق في تجزئة التحديد، محاذاة تسمى محاذاة. محاذاة إلى المنتصف، مثل المنتصف كله من المنتصف، محاذاة توزيع عمودي. ومحاذاة إلى الوسط هكذا، شفتم؟ نفس الطول ونفس وبتسمى محاذاة الوسط اللي موجودة هنا، خيارات يعني موجودة هنا في الثانية، محاذاة الوسط حتى بتكون متناسقة مع بعض الوسط تمام؟ طيب ده بيتم هناك، أنا أعطيكم هذا هذا يعني مصدر الإلهات، تعمل هنا أيقونة إيميل خاصة بالإيميل نعم. نسحبها إلى هنا طبعا، نحب يكون اللون لون الأبيض، وهي موجودة في التعبئة، التعبئة يعني بتعمل لي باللون الأبيض. تقدر كذلك تغيرها، تغيرها هذا خاص بالإيميل، هذا اللي خاص بالتليفون رقم الهاتف
نعم اليوم عليها نعمل جروب نقدر نضغط على كنترول مع نقر على اليدين فقرب نعمل جمع تجميع نعمل تعبئة التنسيق خلال اللون الأبيض تمام نقدر بعدها نظهر في الحجم خاصة نعم نسخ بس نعملها تعبئة اللون تعبئة تغيير اللون الأبيض طيب طبعا هنا هنبدأ بإضافة النصوص هنا إدراج نقدر هنا نعمل كوبي هنا الإيميل مدرج الإيميل نضطر نعمل تصغير الحجم هنا نوسع شوية حتى تظهر الكتابة بالكامل مع بعض كنترول سي كنترول في رقم مثلا التليفون بعدها نفس كنترول سي دي وبعدها بتحدد موقعك الشخصي او فيسبوك تمام هذا بالنسبة لي البيت هل لديكم اي شيء ام شيء من نعم طبعا انا حنعطيكم حزودكم الايقونه تمام استاذه صفاء حزودكم في هذا المستند نعطيكم تحملوه وبتدرجوه اوكي تمام هل واضح ام نعيد هو شيء اللي مش مفيد بتحبوا نعيد تمام أستاذ غفران طيب هنا المجال اللي لكم انه بيكبروا الخط بتصغروه الانتقاء كذلك ادراج الالوان
هنجد العديد من النماذج الموجودة، لكن هنا أنا بنعطيكم الفكرة وحضراتكم تستنبطوا من هذه الفكرة وتبدوا تقدروا بالعمل يعني رائعة في استخداماتها. تمام؟ طيب كيف نقص الصورة الشخص من دون الخلفية؟ الخلفية الأساسية عشان كيف نقص الصورة؟ بتعمل ترانسبيرنسي بالصورة. طيب بعمل الترانسبيرنسي الصورة هناك بتسمى بنعمل مثلا مستند جديد. نضيف اي اذا مثلا صورة للانترنت ندرسها الانترنت هاي الصورة مثلا. هناك إزالة الخلفية، هناك أداة اسمها إزالة الخلفية في الأداة. مثلا نضيف أي صورة، معلومة جدا مهمة. صورة لكم عشان نختاروها. ناخذ اي صوره مثلا من الجوال وتقدروا تنزلوا كذلك هنا مثلا هذه الصوره لادراج. هيتم الآن تحميل الصورة. نقدر هنا بتسمى بعد ما نعمل هنا التنسيق، هناك النص، التأثيرات، نضغط الصورة، نعمل إزالة الخلفية. شفتم؟ بنقول له انه هذه الكيكة يعني بقى مثلا في كيك جزء من هذا الكيك مثلا شيء يختفي، يعني بنعمل بلس بلس هتظهر. الماينس يعني الشيء اللي لا تود انه بتظهر في داخل هذا الكيكة. إن شاء الله نعمل احتفاظ بالتغييرات حتى تجد إنها خلاص أصبحت الآن صورة شفافة. شفتم؟ هذا هو يعني الطريقة. تمام؟ هذه بتساعد الخلفية بالداخل. تمام؟ يلا بنكمل. طيب يلا الآن حنكمل هذه مثلا اللانجوجز، بتحدد مثلا استخدام اللانجوجز. هنعمل هنا اللغات مثلا على سبيل المثال، هنا كيف انه عمل هذا تعملت هذه مثلا. حنكتب الآن اللغات، نكتب كنترول سي ونسحبها نكتب مثلا اللغات. تمام اللغة جهة اليسار حنعملها محاذاة إلى جهة اليسار، شريط الرئيسي محاذاة إلى اليمين عفوا مثلا العربية. عن كنترول سي الإنجليزية يعني أي لغات اللي
نجدها هنا. هاي لغات اللغات. نعمل الآن إضافة الدوائر إدراج أشكال دائرية إضافة باي باور نعم نعملها هكذا. طبعا يكون التنسيق كالعادة بيكون التنسيق باللون الأبيض. الإطار ما في إطار بدون إطار. ضغط حضراتكم يعني بتتحكموا في الحجم. أنا عم بكونترول سي كونترول يعني عدة دوائر. هنا قد أضيف يعني خمسة يعني صغروا الحجم. لكن هنا حنعمل مثلا ثلاثة دوائر حتى تاخذ الماكسيموم اليوم نكمل العمل هذا. تمام هنحدد نضغط على كنترول سي كيبورد ونحدد الدائرة الأخرى الثانية ونحدد الدائرة الثالثة. هنعملها طبعا الكل هنعملها المحاذاة نعملها محاذاة هنا والمحاذاة توزيع أفقي تمام. هنعملها كذلك يكون تجميعها هنعملها كجروب نضغط على اليمين الدائرة ثم تجميع جروب. هنا نقدر حتى نعمل مصغر مع بعضها بنفس الحجم تمام. طيب شفتم نعمل مثلا كوبي ثم بيست نفس الوسط. طبعا مثلا بالتحديد القوة يعني سواء عملها مثلا نقول اللغة الإنجليزية هذه خاصة بنعملها شفافة هذه بدون تعليق المثال ولكن يجب أن يكون الإطار باللون الأبيض يعني حتى بتاخذوا الفكرة كيف تتعامل تمام. كيف تتعاملك لتحديد قوة معرفتك في اللغة تحديد لما بتعمل تجميع تعمل هنا تعمل كنترول كما تقول يعني هنا لما بتعمل دوائر حنعمل هنا دوائر أخرى إدراج أشكال دوائر حنعمل دوائر صغيرة تمام. مثلا هنا عدد يكون تعبئتها باللون الأبيض يكون إطارها مثلا كذلك هو باللون الأبيض وهنحدد السمك واحد من النص. هنعمل أكثر من دائرة كنترول سي كنترول سي كنترول في تمام. بعدها بنحددها بالكنترول نضغط على زر الكيبورد وتقعد يعني انت نازل عليها تضغط على الاخرى دائرة الاخرى هتحددهم الكل بتعادل تحدد الكل وبعدين بتعمل محاذاة هيكون التوزيع افقي تمام. وبعدها يعني تكون الاتجاهات يعني شفتم حتى التناسق في التباعد شفتم يعني يكون التباعد يعني متناسق مع بعض نفس
تكون في تاريخ. بعدها بتنطرك تضغط على الزر اليمين، بقدر تعمل تجميع جروب، هتعملهم جروب يعني هيكونوا جروب، وهكذا تقدر تصغري الحجم. لما هنا عملنا الإطار الأبيض، لما هنا بتعملها بتعبئة هتحدد لك هذه. عملنا السمك أكثر، نقدر هنا نعمل درجة السماكة صفر من خمس، شفتم؟ تقدر أنت بتعملوا أكثر من دوائر حتى بتحدد القوة في إيجاد اللغات. هذه كطريقة، تمام؟ 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 نكمل؟ طيب، الآن بنذهب إلى تحديدات اللغات. نعمل هنا تصغير الحجم حتى نشوفه. الآن حنبدأ. طبعا هو نفس يعني خلاص انتم حضرتكم عرفتم كيف بنعمل. احنا هنا حنبدا الان اضافه الريليشن، الدراسه، الخبره، الخبرات كيف اضفناها هذه. نعمل منها تكبير. يلا طيب هنضيف الآن شكل هذا مستطيل الدوائر مثلا، تقدر تضيف فيه الألوان التعبئة باللون، مثلاً باللون هذا، يكون الإطار طبعاً بدون إطار، وبعدها بتقدر إضافة تحديد وهكذا، تحدد نقطة الصفحة. تقدر إضافة بعدها النص، إضافة النص، إدراج، نص، الدراسة كيف أضفناه. أنا أعمل الشريط الرئيسي حضرتها إلى اليمين، نقدر نتبع طبعا يكون التنسيق هنا بدون إطار وبدون تعبئة. هون اللون الخط واللون الأبيض، نكبر شوية نعمل غامق، نقدر نوسع فيه إذا، نقدر نكبر فيه، إذا بتحبوا نضيف كذلك النص، لما نضغط على هذا الشكل، هذا هو النص. في هذا هنا الخط نقدر نضيف خط وخط هذا المثال، يكون الخط طبعا يكون باللون هنا بتحدد اللون. درجة السماك وبعدها تقدر تحدد النص مع الشكل مع هذا الخط
لحظات. هذا الخط مع هذا الشكل. مع النص. دعم الجروب. تجميع. تعمل كوبي بيست البقرة وتحضن هنا. ضغط مثلا المهارات. مهارات أو الخبرة. كيف يعني مهارات خبرة دراسة مهارات جديدة؟ وبعدها أضيف النصوص. تستعمل إدراج أو إضافة كتب وأضيف النصوص يعني. طبعا هنا الإطار باللون الأبيض، نقدر إحنا نضيف اللون الأبيض لو نريد مثلا أن نضيف اللون الأبيض للإطار. إلى إدراج الشكل، شكل المستطيل بزوايا مستديرة، ونضيف هذا النص. نعمل ماينس هنا حتى بالنص كان. التعبئة باللون الأبيض بدون إطار. لما نضغط على هناك خاصية نقلها إلى الخلفية، نقل إلى الخلفية لحد يكون نقل 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 خلف النص. طبعا لو ادرجنا هذا من الاول تمام، لكن نحن نقل الى مستوى الفرد حتى تظهر الكتابه، لانه اللي عمل هذا الشكل من الاول قبل الكتابه تمام. طيب هنعمل تعديل، نشوف نضبط. نقدر هنا نضبط الطول والعرض. وسع بالضيق. عمل اتجاه الفأرة يعني الاتجاهات
وهكذا إلى أن تضيف طبعا النصوص باللون الأسود، إدراج باللون، وتضغط يعني الدراسة، بعد تضيف مهارات طبعا هناك العديد منها، هناك المهارات وإضافتها وقد أضيف هنا بعدها الخبرة، بعدها نسبة يعني معرفة الآب الفوتوشوب، يعني بتضيف نسبة معرفتك للوورد إكسل، أي المهارة تستعملها، يعني كيف أخذ الشكل واضح، واضح أحبتي، صوت واضح يعني واضح. ألو، هل الصوت واضح؟ نعم، نكمل. طيب يلا يلا نكمل مع بعضنا. هذا هو يعني بتاخذوا الفكرة وبعدها بتطبقوها. احنا عملنا هذه يعني نفس الشكل، يعني شكل دائري ادراج الشكل الدائري، هذا الشكل مثلا عملنا التعبئة باللون الرمادي هذا الخفيف ابيض فيها 5% مداتن، هنا كيف تعاملت هذه، يعني شفتم الدائرة باللون البنفسجي المحيطة بالدائرة الأخرى، هناك شكل بيسمى هنعمله هذا اسمه الشكل اللي بيسمى أشكال، هناك شكل بيعمل وهي هذه اسمها قوس ممتلئ، لما بتعمل هذا القوس الممتلئ تقدر بتحدد طوله درجة تمكن النقطة الصفراء اللي موجودة، شفت النقرة هذه تحددها، تقدر تحدد الطول في ماشي مثلا، تحدد هكذا بتعملها بهذا الشكل. هنا من جهة على حسب هذه الدائرة تأخذ مثلا على الشكل شوية كده، بتوسع ضبطوها بتدوروها كذلك عن طريق التدوير، تعمل طبعا لون على حسب اللون هنا البنفسجي، يكون شكل إطار التعبئة، تقدر هنا بتحدد مثلا في سكيز مثلا في الفوتوشوب تم متعرفة مثلا هنا في الأيقونات خاصة مثلا بالفوتوشوب، نعمل نسخ أو كنترول سي كنترول في، بعدها نرجع إلى هنا ثم نعمل خط يمين فأرة، نعمل كوبي احتفاظ بتنسيق المصدر، عن نفس تنسيق المصدر مثلا هنا فوتوشوب،
مشاكل وراها، تقدر تعمل تضغط على الكنترول ونعمل تجميع، حتى بنعمل أكثر من واحدة تجميع. بنعمل نسخ كنترول دي، كنترول سي كنترول دي، مثلا تضيف مثلا أداة أخرى تكون مثلا معرفتك بها أكثر من فوتوشوب، وهي الأداة مثلا مطبعة ملانجر، نعملها كوبي في نفس التنسيق، راح طيب لحظة المهم يعني التنسيق بتاعه يكون حلو، يكون بتاخدها من المستند ولا او من البحث عليها في المهم حتجدها. أمام النص، طيب أمام النسخ، نرجع للدوكيمنت، أمام النسخ، تمام، رائع، كان هنا في الإستيت، وهكذا تضيف المهارات اللي بتجيبها، كل ما تعمل كوبي هنا نستفيد بتزيد هنا الوضع هنا بتنقص طبعا على حسب المهارات اللي بتزيدها مثلا انديزاين. هذه كلها أدوات التصميم أدبي تكون في أمام النص، حتى لما بنعمل نص يكون من نفس النص، يعني أي شكل في الدوكيمنت حتكون هي أمامها حتى تظهر. بعدها بنعمل نفس التنسيق ونسحبها وهكذا. وهكذا إلى أن من العملية، يعني نفس الطريقة نفس السيرة الذاتية، سواء من طبعا من جهات اللغة العربية أو باللغة هنا بالإنجليزية، نفس الطريقة اللي تسوق نسويها، تمام. كذلك حنشوف الإطار الموجود هنا هو إطار أبيض، ما احنا بنضيفه اللون الأبيض هذا، وكله اسمه بالإطار، يعني إطار. هذا يسمى بالإطار اللي موجود في التنسيق، وهو الإطار اللي قلناه هنا الإطار اللون الأبيض تظهر يعني نفس هذا الشكل. تقدر منه مثلا باللون هنا الأصفر بتحب يكون مائل أكثر، بتجبدوا إنها تسحبوا إلى جهة هنا إلى جهة اليمين، تضبط النفس هتجد إن العملية هنا سهلة في التصميم الذاتية، تمام؟
إذا انتهينا. هل لديكم أي استفسار؟ طب الرموز اللي عملتها يعني هي الرموز اللي خاصة بأدوات أدوبي في التصميم، يعني لما تعملوا المهارات حتعملوا مثلا كاميرا من وورد من إكسل، يعني الأدوات اللي اشتغلتوا عليها يعني مهارات أو في البرامج اللي بتكون تمام. تمام الآن، هل لديكم أي سؤال؟ إذا هل كل الخطوات يعني معروفة؟ واضحة؟ واضحة الشرح؟ دكتور بتعمل السيرة الذاتية إذا؟ إيه رأيكم؟ يعني انتهينا احنا الآن من شرح اليوم، إن شاء الله الكل يكون أستاذ خطاب، أستاذ رنا، مستشارنا العزيز، أستاذة بكراء، شكرا لكم جميعا، إن شاء الله هنقدم لكم في البحث، وإن شاء الله حيكون كذلك لقاء آخر مثمر يهمنا تعلم مهارات الدور والمتدربين ومتدربنا ومستشارنا محمد شطار والأستاذة كذلك والأستاذة بكرة. التقانا إن شاء الله يوم الأحد المقبل لمعرفة أكثر في مايكروسوفت. شكرا أستاذ ماهر، نشكر على جهوده كذلك معنا أستاذ خفاء، طيب إذا ألقاكم على خير يوم الأحد المقبل إن شاء الله في نفس الموعد، وإلى اللقاء وتصبحون على خير. إلى اللقاء. إذا تفضلوا. تفضل إذا قبل كل شيء نعطيكم رابط الحضور، هذا هو رابط الحضور، نرجو من الكل طبعا يكتب رابط الحضور. تمام، هذا هو رابط الحضور. جدا مهم. تمام، إذن إلى اللقاء.